ما هو أقوى جيش بري في العالم؟ وما هي أقوى 15 قوة برية؟ مرحبا بكم في قناة كاليفورنيوم. في هذا الفيديو سنعرض لكم ترتيبا لأقوى وأخطر 15 قوة برية في العالم. يعتمد ترتيب أفضل 15 لدينا على تدريب وخبرة الجنود في الميدان وعدد ونوعية وقوة الأسلحة البرية لكل جيش من الدبابات والمدرعات ومدفعية ذاتية الدفع ومدفعية السحب وأخيرا راجمة الصواريخ المتعددة. ولكن قبل بداية الفيديو اضغط على زر الإعجاب لنحاول إيصال الفيديو لعشرة آلاف إعجاب، وشكرا جزيلا لكم على دعمكم. في المركز الخامس عشر المغرب. لدى المغرب 375 ألف جندي و 3600 دبابة و 31972 مدرعة و 556 مدفعية ذاتية الدفع و 300 مدفعية السحب و 160 راجمة صواريخ. القوة البرية الملكية المغربية هو الفرع البري للقوة المسلحة المغربية، تم تأسيسه رسميا سنة 1956، ويقدر عدد أفراده بنحو 375 ألف جندي، ويعد بذلك أكبر وأهم فرع القوة المسلحة الملكية. في المركز الرابع عشر إسرائيل. لدى الجيش الصهيوني 646 ألف جندي، 2200 دبابة، 51356 مدرعة، 650 مدفعية ذاتية الدفع و 300 مدفعية السحب و 300 راجمة صواريخ. في المركز الثالث عشر الجزائر. لدى الجزائر 465 ألف جندي و 2975 دبابة، 36254 مدرعة، بالإضافة إلى 707 مدفعية ذاتية الدفع و 453 مدفعية السحب، وأخيرا 552 راجمة صواريخ. تعتمد القوة البرية الجزائرية على التسليح المحلي روسي صيني أوكراني والعديد من دول العالم. يعتبر السلاح البري من الأسلحة الأساسية في الجيش الجزائري. بوجه عام تضم القوة البرية وحدات مقاتلة برية تابعة للجيش الجزائري والتي يتركز عليها الجيش الجزائري بصفة أساسية، وتعتبر من أقوى القوات البرية عربيا وإفريقيا. في المركز الثاني عشر أوكرانيا. لدى أوكرانيا 500 ألف جندي و 1890 دبابة و 370548 مدرعة، بالإضافة إلى 953 مدفعية ذاتية الدفع و 889 مدفعية السحب و 675 راجمة. أبقت أوكرانيا الكثير من المعدات الاتحاد السوفيتي منذ ذلك الحين. بدأت بتطوير قوتها البرية مع إضافة متطورة من الهندسة الداخلية والتعديلات، وقامت القوة المسلحة الأوكرانية بشراء معدات عسكرية من روسيا وغيرها من الدول رابطة الدول المستقلة، وكذلك تنتج محليا بعض المعدات الخاصة بها. وتعتبر أوكرانيا من بين أكبر عشر دول مصنعة ومصدرة للسلاح في العالم. في المركز الحادي عشر الفيتنام. لدى الفيتنام 3,010,000 جندي، 1,829 دبابة، 55,740 مدرعة، بالإضافة إلى 1,349 مدفعية ذاتية الدفع، وأيضا 650 مدفعية السحب و 550 راجمة. لا يوجد في فيتنام قوة برية منفصلة أو فرع للجيش. تنتمي جميع القوة البرية والقوات الجيش والمناطق العسكرية والأسلحة المتخصصة إلى وزارة الدفاع، وهي تخضع مباشرة لقيادة اللجنة العسكرية المركزية ووزير الدفاع وهيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الفيتنامي. في المركز العاشر إيران. لدى إيران 1,015,000 جندي، 4,071 دبابة، 89,685 مدرعة، و 580 مدفعية ذاتية الدفع، و 2,050 مدفعية السحب، بالإضافة إلى 1,085 راجمة. القوة البرية للجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أعظم قوة في القوات المسلحة الإيرانية، وفقا لمركز الدراسة الاستراتيجية والدولية، المجندين يخدمون لمدة 21 شهرا ويتمتعون بتدريب عسكري محترف. في المركز التاسع تركيا. لدى تركيا 775,000 جندي، 4,300 دبابة، 112,476 مدرعة، 1,038 مدفعية ذاتية الدفع، و 2,107 مدفعية السحب، بالإضافة إلى 516 راجمة، وهي من أضخم القوات البرية حول العالم، ويقدر تعدادها 775,000 جندي نظامي، وهو ثاني أضخم جيش في حلف الناتو بعد الجيش الأمريكي. في المركز الثامن كوريا الجنوبية. لدى كوريا الجنوبية 1,130,000 جندي، 2,331 دبابة، 133,738 مدرعة،
بالإضافة إلى 3090 مدفعية ذاتية الدفع و5676 مدفعية سحب و581 هاجمة. القوة المسلحة لجمهورية كوريا هي واحدة من أكبر القوات المسلحة استقرارا في العالم، وبلغت ذروتها في عام 2014 بثلاثة ملايين وستمائة ألف شخص كثاني أقوى قوة في شبه الجزيرة الكورية بعد القوة الكورية الشمالية من حيث عدد الضباط والجنود، وهي الأقوى في شبه الجزيرة الكورية من حيث التكنولوجيا. في المركز السابع مصر. لدى مصر 1,220,000 جندي، 4,664 دبابة، و77,596 مدرعة، أيضا 1,489 مدفعية ذات الدفع، و2,189 مدفعية سحب، وأيضا 1,575 راجمة. خاض الجيش المصري 5 حروب ضد إسرائيل وأزمة السويس عام 1956، وشهد أيضا قيام معركة ضد الجيش البريطاني والجيش الفرنسي، وشارك الجيش المصري أيضا في حرب شمال اليمن الأهلية التي طرأ مدها والمناوشات المصرية الليبية، وكان له مشاركة كبيرة في عملية العاصفة الصفراء وتحرير الكويت من الاحتلال العراقي في عام 1991، وكان الجيش المصري يشكل ثاني أكبر كتيبة من القوة التحالف. في المركز السادس باكستان. لدى باكستان 1,704,000 جندي، و3,772 دبابة، و77,771 مدرعة، و1,225 مدفعية ذات الدفع، و3,345 مدفعية السحب، و1,838 راجمة. تعتبر باكستان الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي، وتقوم باكستان بصنع بعض أسلحتها بنفسها، أما الباقي فتستوردها من الخارج، ومن أبرز الدول المصدرة لها هي الصين، وثم تأتي الولايات المتحدة بعدها، وكذلك تستورد الأسلحة من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا وروسيا وتركيا والسويد وبلجيكا. أبرز الحروب التي خاضتها باكستان كانت مع جارتها اللدودة الهند، كما شاركت في حروب الخليج الثانية في سنة 1991 مع قوة التحالف الدولي لتحرير الكويت. في المركز الخامس الهند. لدى الهند 5,132,000 جندي و4,614 دبابة، بالإضافة إلى 100,882 مدرعة و100 مدفعية ذات الدفع و3,311 مدفعية السحب، بالإضافة إلى 1,500 راجمة. يعتبر الجيش الهندي رابع أقوى جيش في العالم، وتحتفظ الهند بأضخم جيش في العالم حيث يفوق تعداد جيشها 5 ملايين جندي. أشرفت الهند على تطوير الأسلحة المعقدة والمعدات العسكرية محليا، بما فيها الصواريخ البالستية والطائرات المقاتلة والدبابات الرئيسية الحربية. في المركز الرابع كوريا الشمالية. لدى كوريا الشمالية 2,000,000 جندي و6,645 دبابة و38,944 مدرعة، بالإضافة إلى 5,000 مدفعية ذات الدفع و5,000 مدفعية سحب و2,920 راجمة. يعتبر الجيش الكوري الشمالي رابع أكبر جيش في العالم من حيث عدد الجنود، ويتقلد الزعيم كيم جونغ أون منصب قائد الأعلى للجيش ورئيس لجنة الدفاع الوطني. ورغم العقوبات الدولية والتهديدات الأمريكية، تواصل بيونغ يانغ إجراء التجارب النووية والسعي إلى تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات. ويذكر أن الجيش الكوري الشمالي قد تحصل على تصريح من القيادات العليا لقصف الولايات المتحدة الأمريكية نوويا، لكنه لم يهجم إلى اليوم. في المركز الثالث الصين. لدى الصين 3,135,000 جندي و4,950 دبابة و174,300 مدرعة و2,795 مدفعية ذات الدفع و1,434 مدفعية السحب، بالإضافة إلى 3,145 راجمة. هذه القوة الصاعدة غير المتوقعة في الشرق هي ثالث أقوى جيش في العالم. لم تشارك في نزاعات مسلحة كبرى في العقود الأخيرة. بطبيعة الحال دولة يزيد عدد سكانها عن 1,400,000,000 نسمة. لديها وجود عسكري قوي بموازنة حالية تبلغ 193 مليار دولار و3 ملايين مقاتل من الرجال والنساء، وهي تمتلك ما يصل ل 350 سلاحا نوويا. في المركز الثاني الولايات المتحدة الأمريكية. لدى أمريكا 1,832,000 جندي و5,500 مدرعة و303,553 مدرعة و1,000 مدفعية ذات الدفع و1,339 مدفعية السحب، بالإضافة إلى 1,716 راجمة. تمثل الراية المتلائمة بالنجوم أقوى قوة عسكرية في العالم، على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان
إلى أن قوة مسلحة لها وجود قوي في جميع أنحاء العالم، مع وجود قواعد عسكرية في أجزاء كثيرة من العالم. تظل القوة المسلحة الأمريكية هي الأقوى في العالم بميزانية قدرها 738 مليار دولار ومليون وثمانمائة واثنين وثلاثون ألف رجل وامرأة في القوة المسلحة، وهي تمتلك 5550 سلاحا نوويا مدمرا. أخيرا في المركز الأول تأتي روسيا. لدى روسيا 1,330,900 جندي، 12,566 دبابة، 151,641 مدرعة، 6,575 مدفعية ذاتية الدفع، و 4,336 مدفعية السحب، و 3,887 راجمة. حاليا روسيا لديها جيش من مليون رجل وامرأة بميزانية قدرها 43.2 مليار دولار. لديها ضعف عدد الدبابات عن الولايات المتحدة، وتتفوق روسيا على أمريكا في عدد الأسلحة النووية ب 6500 رأس نووي. تعتبر روسيا اليوم دولة رأسمالية، لكنها تحتفظ بالقوة العسكرية الإمبراطورية الحمراء السابقة.